السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف بنضيف سايد بلامينج سكيماتيك دايجرام بيخليك ترسم السكيماتيك دايجرام بالشكل دوت. ممكن مثلا تقول له انا عايز احط فلفات او عايز احط اي عنصر، بيقول لك اكتب الرقم الريفرنس، وبعد كده بيقول لك الاتجاه بتاعك فين. يعني بص هنا مثلا الاتجاه بتاعك كده، ممكن اقول له انا ماشي عايز احط مثلا كده، فهيجي يحطه بالشكل ده. هو يبدأ يجهزها ويجيب لي المقاس كل حاجة. طيب عايز احط مثلا فالف بالشكل دوت كده مش هتحط، فاقول له انا عايز الاتجاه بتاعه بالشكل دوت، فهو يبدأ يظبط المقاس بتاعه زي ما انت شايف، وهكذا كل عنصر بالشكل دوت. عايز ترسم بايب، وتخلص هتدوس رايت كليك على اساس يبدأ يعمل معاك. عايز تحط ليبل، هتقول له ليبل، وتبدأ تشوف الفريم هيبقى عامل ازاي والتكست اللي انت عايز تحطه، وتقول له اوكي، وتبدأ ان انت تشوف الاتجاه بتاعه هيبقى عامل ازاي. في تيبل مثلا عايز تحط تيبل اهو، وتبدأ بقى تشوف ايه المعلومات اللي جنت هي ظهرت معاك على طول. وعندك هنا الأكتر من دايجرام، ممكن تقول له أنا عايز أضيف دايجرام تاني وترسم فيها زي ما أنت عايز. وهنا ممكن تدخل بقى على الجنرال أوبشن، وتبدأ بقى تشوف الإعدادات اللي أنت عايزها زي اليونتس، زي التايب التيبل تايب، الرموز اللي موجودة، الأوبشن، كل حاجة تقدر تعمل لها تخصيص في قلب البرنامج.